الآن يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة يوم الثلاث بتاريخ 17 نوفمبر 2020. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بالتفاؤل والابتسامة والطاقة الإيجابية. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين. بنبدأ بفقرتنا الإخبارية، هنتابع فيها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي وتوجيه سيادة الرئيس بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية وده للتعامل مع تداعيات كورونا. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع خلال فقرتنا الإخبارية. كمان هيكون معانا العديد من الأخبار وهيكون معانا فيها مداخلات هاتفية لمعرفة تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات، وده يكون من خلال ضيفنا اللي هينورنا النهاردة في الاستوديو أستاذ حاتم عبد القادر رئيس تحرير جريدة العربي الأفريقي، هنحلل معاه أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية. فقرتنا الثالثة والحوارية والأخيرة النهاردة مشاهدينا هنتكلم فيها عن يعني فكرة أن العالم كله مع إجراءات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وفكرة التباعد الاجتماعي، الدولة اتجهت للخدمات الإلكترونية وفكرة أو منظومة التحول الرقمي. هنعرف إزاي نستفيد أو يستفيد المواطن المصري من الخدمات الإلكترونية وأيضا التحول الرقمي، وإزاي نقدر يعني نكمل المنظومة دي. ده موضوعنا النهاردة مع ضيفنا اللي هنورنا في الاستوديو باشمهندس حسام زلط عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. موضوع مهم جدا تابعونا، ولكن خلونا نخرج لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معنا. بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ أول فقراتنا النهاردة وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية مع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. كمان كان في اجتماع آخر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. ووجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وده بهدف ضمان استقرار السياسات المالية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا الاجتماع مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بهدف ضمان استقرار السياسات المالية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. وقد عرض السيد وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة خلال العام الماضي.
كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقا لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي 2019-2020 في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، إلى جانب تحسن مؤشر مدير المشتريات لشهر سبتمبر من عام 2020 بشكل ملحوظ، ما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي. الاجتماع شهد أيضا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو من عام 2021. وفي ذات السياق أشار السيد وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية، وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. تناول الاجتماع متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية، وقد استعرضت السيدة نيفين القباج في هذا الإطار برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة، ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية ومكافحة الفقر. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق تحيا مصر لدعم تلك البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية خاصة من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج وعي، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج. كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد، حيث تتضمن تلك المنظومة عدة محاور أبرزها الحصر الإلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات وآلية تقديم واستلام الطلبات الخاصة باحتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذا محوري التصنيع ومراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، موضحة في هذا الخصوص أنه تم إنتاج 1,000,000 طرف صناعي على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل خاصة فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا.
أعلنت وزارة المالية على انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وده لأول مرة في تاريخ مصر. تفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ رجب محروس المتحدث باسم مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ رجب. صباح النور يا فندم، وصباح النور على السادة المشاهدين والسادة المستمعين، وصباح الخير على أسرة البرنامج. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ رجب. يعني بدايه خلينا نعرف من حضرتك في البدايه عن اهميه هذه المنظومه، وما هي هذه المنظومه، وهل بالفعل تم تطبيقها؟ نعم يا فندم، بالفعل تم تطبيقها، بس في البدايه لازم نقول ان كان يوم 15/11 يعد يوم تاريخي في جمهوريه مصر العربيه، وهو يعد يوم ميلاد جديد للحكومه المصريه من خلال تحقيق اهداف الدوله، ومن خلال تحقيق سياسة وزارة المالية لتحقيق هدف الدولة بأكملها، حيث أن الفاتورة الضريبية تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي قامت بتطبيق نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهي رؤية مصر 2030 حتى تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. والفاتورة الإلكترونية ما هي عبارة إلا عن بيان مستندي يحقق البيانات والمعلومات الخاصة بالمعاملات التجارية بين التجار بعضهم البعض، وبالتالي تكون مصر أو تكون الدولة على علم في ذات الوقت بهذه البيانات والمعلومات حتى تقوم وتستطيع بحصر الاقتصاد الذي يدور داخل الدولة المصرية. تمام. الفاتورة الإلكترونية لها طرفان، طرف بائع وطرف مشتري. الطرف البائع بيقوم بإصدار الفاتورة الإلكترونية، ويقوم هناك طرف وسيط بتلقي البيانات والمعلومات، ثم تقوم بإرسالها إلى مصلحة الضرائب المصرية. نعم. وبناء على ذلك تكون مصلحة الضرائب المصرية تكون على علم ودراية بكافة البيانات والمعلومات التي تتبادل بين التجار بعضهم البعض. والفاتورة الإلكترونية لها نظامان. النظام الأول الذي تم تطبيقه بالفعل وليس تجريبي كما يقال، ولكن التطبيق أصبح فعليا اعتبارا من 15/11/2020. نعم. أما الاختبار المرحلة التجريبية فانتهت في 30/6/2020، وهي من خلال 6 شركات كانت هي الأكثر اهتماما بذلك. ثم صدر قرار معالي وزير المالية بإدراج 134 شركة اعتبارا من 15/11/2020 بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في النظام المالي والمحاسبي بهذه الشركات. وهو ما بدأ بالفعل، وتم إصدار أول فاتورة إلكترونية، وتم بالأمس عقد مؤتمر صحفي مع معالي وزير المالية والسادة الشركات والسادة الصحفيين والسادة الإعلاميين لإعلان اليوم التاريخي الذي حدث في مصر، وهو استخدام مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي يعد هذا سبق لمصر في التحول الرقمي، لأن الفاتورة الإلكترونية أحد محاور التحول الرقمي، والتحول الرقمي هو استبدال النظام الورقي إلى النظام المميكن، ونظام المميكن هو هدف من أهداف الدولة، ووزارة المالية قامت بوضع السياسات الخاصة بتطبيق أو تحقيق أهداف الحكومة المصرية من خلال عدة إجراءات، منها أولا كان الإقرار الضريبي وتم تطبيقه بالفعل اعتبارا من عام 2018، ثم بدأت مرحلة الإقرارات الضريبية للمرتبات ومحكمة، ثم الإقرارات الضريبية لنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، والمرحلة الرابعة وهي تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والمرحلة الخامسة ستبدأ قريبا بإذن الله، وهي
الإجراءات المميكنة داخل جمهورية مصر العربية، والربط والتكامل بين الوزارات والمصالح داخل جمهورية مصر العربية. طيب. كما حضرتك أشرت، ما هي فوائد هذه الفاتورة الإلكترونية؟ أول فائدة أن تكون الدولة على علم بقيمة وحجم الاقتصاد داخل جمهورية مصر العربية، وبناء على ذلك هيتم حصر الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، وهو هدف من أهداف الفاتورة الإلكترونية وهدف من أهداف الدولة من خلال تحقيق العدالة الضريبية بماج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وبالتالي بتزيد قيمة الحصيلة الضريبية إلى الناتج القومي، وبالتالي لا يتم ثبات سعر الضريبة ولا يتم رفع سعر الضريبة على الممولين المسجلين، لأنه عندما يتم إدماج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي ستكون الحصيلة الضريبية أعلى وتبقى للموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا يكون هناك عجز أو اللجوء إلى التمويل من خلال الاقتراض أو من خلال طرح سندات، حيث أنها تستطيع الدولة تحقيق النمو والاقتصادي الذي تشمله. عندما يكون هناك موارد متوفرة لدى الدولة تستطيع الدولة الإنفاق على التعليم، تستطيع الدولة التوسع في الفصول المدرسية، تستطيع الدولة في إنشاء جامعات أكثر حتى يكون هناك معدل الجامعة لعدد الطلاب نتقترب من المعدلات العالمية. برضو يكون هناك توسع في الاستثمارات لفتح فرص عمل وتقليل نسبة البطالة التي قلت في الأعوام السابقة بنسب عالية جدا وملحوظة. برضو نتوسع في فتح المستشفيات بحيث يكون هناك خدمة صحية متميزة لجميع أبناء ربوع الوطن المصري. برضو هتأدي هذه الفاتورة الإلكترونية إلى تقليل ما إذا كان هناك شركات وهمية، أيضا هتؤدي إلى تخفيض التهرب الضريبي، أيضا هتؤدي إلى تحقيق التكامل داخل الدولة المصرية، هتؤدي أيضا إلى نظام الفحص عن بعد، هتؤدي أيضا إلى توفير البيانات والمعلومات لدى متخذ القرار، هتؤدي أيضا إلى حصر المخزون السلعي داخل الجمهورية مصر العربية من خلال تتبع حركة المشتريات وحركة المبيعات، سواء كانت هذه المشتريات من خلال الاستيراد أو من خلال السوق المحلي. بالتالي تستطيع الدولة أن تعرف كمية المخزون السلعي داخل الدولة وكذلك الشركات أن تتعرف على حركة المخزون داخل الشركة، ومتى يتم توفير أو الاستيراد أو الإنتاج بمعدلات أعلى عن الطاقة الإنتاجية للمصنع، أو ما إذا كان هناك تعرف على حجم السوق المصري لرغبة الشركات في التوسع من خلال إدراج أو من خلال إنشاء خطوط إنتاج داخل المصانع. طب انا اخد من كلام حضرتك بس واكد على فكره انه فكره ان الفاتوره الالكترونيه دي هتقضي بالفعل على فكره التهرب الضريبي والفواتير الوهميه. طبعا يا فندم هتؤدي الى دخول يعني المرحله التي تقدم قلنا اللي هي حاليا المطبقه التي تبعت بالفعل من يوم 15/11 هي الفاتوره التي تصدر من بي تو بي، اي من عميل مسجل إلى عميل مسجل آخر، وبالتالي بيتم حصر ومعرفة ما إذا كان هناك شركات وهمية بتقوم بإصدار فواتير لم تكن مسجلة هذه الشركات على قاعدة بيانات المصلحة، وبالتالي بيتم التقليل من هذه الشركات. طيب. أيضا هتؤدي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، بمعنى أن إذا كان هناك مشتري يتقدم إلى الشراء من عميل مسجل فبالتالي لا يمكن له أن يحصل على مشتريات من هذا العميل إلا إذا قام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب وأصبح له رقم سجل أو تسجيل ضريبي يستطيع التعامل مع البائع الذي يقوم هو بالشراء منه. بمعنى إذا كان ألف
مسجل لدى مصلحة الضرائب وب غير مسجل لدى مصلحة الضرائب. وإذا أراد المستثمر أو المشتري به بالشراء من ألف فلا يستطيع إلا إذا قام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لكي يستطيع الحصول على ما يرغبه من سلع وخدمات من الطرف ألف. وبالتالي زي ما حضرتك أشارتي إن هو يتم حصر الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال الفاتورة الإلكترونية، لأنه ليس لا يستطيع أن يحصل على ما يرغبه لنظام تجارته من جل إلا إذا قام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية. بشكر حضرتك جدا يا أستاذ رجب على كل هذه المعلومات. بشكرك جدا أستاذ رجب محروس المتحدث باسم مصلحة الضرائب بوزارة المالية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معنا تقرير خاص بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام امبارح بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فيها وثقافية بالشرق الأوسط. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر ونرجع نكمل مع حضراتكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل بها من القائمين على التنفيذ. حيث يتم إنشاء مدينة الفنون والثقافة وفقاً لأعلى المواصفات الفنية العالمية وأرقى التصميمات المعمارية، والتي ستكون بمثابة منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة. 30-15 سنة مرحلة حلصان وقاعة دراما والموسيقى هنا بقى دي تاخد لها كمان شهر بس تجري الاختبارات الاختبارات يعني على فبراير إن شاء الله. أول ما والأوبرا كمان شكرا الناس كانت موجودة عندي الانتسكول كانت الشيطة اللي أنا بتعملها اللي بتقدمه شهر 10 وجاهزين يعرف الحب. وستقام على مساحة حوالي 127 فدان، كما ستضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود والمكتبات والمتاحف مثل متحف العاصمة ومتحف الفن والمعارض الفنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة. We'll be right back.
مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. أعلنت جامعة القاهرة أنه تم إدراج علماء من جامعة القاهرة في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوذ جامعة القاهرة على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. بدايه مبروك على هذا الاختيار. الله يبارك فيك يا ستي. يعني خلينا نحب ناخد فكره من حضرتك عن اهميه قائمه جامعه ستانفورد العالميه. يعني هنا طبعا جامعه ستانفورد جامعه امريكيه مميزه، نشات من اكثر من 130 عام، تحرص ان هي تعمل قائمه بابرز العلماء في العالم من خلال ان هي بتحصر البحوث وترصدها وتبحث عن اكثر البحوث التي نالت معاملات تاثير، بمعنى انه حصل نوع من الاستفاده منها والذكر لها والعوده اليها، وعمل سايتيشنز او اشارات لها في بحوث اخرى، وده اللي بيطلق عليها معامل التاثير. من خلال هذا الرصد حددت عدد من العلماء، هؤلاء العلماء قالت ان دول افضل 2% من العلماء في العالم. من بين 2% دولت موجود 396 عالم من جامعات ومراكز بحوث مصر، على راسهم 55 من علماء وباحثي جامعه القاهره. طيب على اي اساس بيتم التقييم والاختيار يا دكتور؟ يتم التقييم والاختيار على اساس ان هناك نشر علمي لبحوث مميزه في دوريات بارزه، وهذه البحوث تم تقييمها من حيث معدلات التاثير زي ما قلت. هنا طبعا جامعه ستانفورد بتعتمد على قاعده بيانات شهيره، هي قاعده بيانات سكوبس تابعه للنشر العالمي السفير، استخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي، عدد الاستشهادات، مؤشر اتش، والتأليف المشترك، عشان توصل في الآخر لمؤشر اقتباس مركب يقول هؤلاء العلماء الأكثر استفادة من بحوثهم على المستوى العالمي فضلا عن النشر العلمي المميز. طيب كمان حصلت جامعة القاهرة يا دكتور على ترتيب عالمي متميز هذا العام، يعني فعلى أي أساس بيتم الترتيب وأيضا التقييم؟ هنا طبعا تصنيفات الجامعات بتختلف من تصنيف لآخر، لكن بشكل عام بيبقى التصنيفات مرتبطة بأكثر من متغير، متغير النشر العلمي الدولي للبحوث، متغير البحوث المرتبطة بجوانب تطبيقية في المجتمع، أيضا متغير عدد الطلاب الأجانب اللي موجودين في الجامعة بعض الجهات، المتغير الخاص بالاستعانة بأساتذة أجانب، متغير الحصول على جوائز دولية من خريج الجامعة. يعني مثلا جامعة القاهرة هناك أكثر من خريج من خريجيها حصلوا على جائزة نوبل. فهنا بيبقى مجموعة عوامل مرتبة بترتبط بأداء الجامعة التعليمي البحثي المجتمعي إلى جانب بروز خريجيها في مجالات معينة. طيب هستغل وجود حضرتك معانا يا دكتور عبر الهاتف واسال حضرتك عن اسلوب الدراسه. احنا تقريبا فات شهر منذ بدء الدراسه، احنا ماشيين بالنظام الهجين. تقييم يعني الاسلوب الدراسي ده وهو طبعا جديد على الطلاب. يعني الحقيقه التجربه شديده الايجابيه، الطلاب مقبلون عليها، اعضاء التدريس ايضا، هناك عمليات تفاعل عاليه المستوى ومستمرة تتم بين الطلاب وأعضاء التدريس. طبعا هنا جامعة القاهرة وفرت منصة رقمية
للتعلم والامتحانات، تعد الأولى في العالم من حيث عدد المستفيدين منها. نحن نوفر منصة يستفيد منها 270 ألف طالب. من المقرر أن يتم تحميل حوالي 14 ألف مقرر دراسي في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، وهذه طاقة صعبة جدا لأي منصة تحتملها، ولكن جامعة القاهرة وفرت البرنامج وتطبيقاته، وهو برنامج بلاك بورد مع شركة مايكروسوفت العالمية، وأيضا برنامج أسيسمنت جورميه للامتحانات والتقييم، وهو يسير جنبا إلى جنب مع نظام التعليم الحضوري، عشان كده أطلق عليه نظام التعليم الهجين. ونوفر أيضا فرص مستمرة للتدريب على التطبيق، سواء للطلاب أو لأعضاء التدريس ومعاونيهم اللي بيقوموا بعملية التدريس والتقييم. طيب، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا يا دكتور، هل في تشديد أكتر للإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتقوم بها الجامعة؟ وطبعا في عقوبة لعدم ارتداء الكمامة، ولا احنا ماشيين زي ما ابتدينا الدراسة في البداية؟ لا طبعا، يعني هناك تشديد عالي جدا، لانه حضرتك تذكري ان جامعة القاهرة كانت من الجامعات الاوائل والمؤسسات الاوائل اللي تصدت لموضوع كورونا، واعدت استراتيجية متكاملة في 26 يناير 2020، ووضعت سيناريوهات لمواجهة الأزمة. من ضمن ما حرصت عليه الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي في مقدمتها التعقيم والتطهير المستمر للمنشآت الجامعية، وأيضا استخدام الكواشف الحريرية والكمامات، ورفع حالة الاستعداد في المستشفيات، وتقليل التجمعات، وفكرة عدم التقارب. كل هذه الأشياء صحيح عملناها العام الماضي، وبنحرص عليها هذا العام بشدة وبصرامة، وبنطبق لأول مرة العقوبات حماية للطلاب ولمنسوب الجامعة، لأن صحة العاملين والطلاب وأعضاء التدريس عندنا هي الأساس. أكيد، شكرا جدا لمجهودات حضرتك، بشكرك جدا على اتصالك أستاذ دكتور محمود عالم الدين، أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا. معانا تقرير خاص بخطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة. غادرت قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3، والذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين، لتعزيز أفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. خلينا نروح نشوف تفاصيل في هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3، غادرت عدد من القطع البحرية قاعدة الأسكندرية البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3، والذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين، لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعدادا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.
ويمثل التدريب البحري المشترك جسر الصداقة 3 أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. فرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. مزيد من الأخبار التفاؤلية والإيجابية الصباحية، كمان مصر فازت بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020. التفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. بداية خليني أسأل حضرتك عن ما يميز مياه البحر الأحمر والمقاومات التي يعني جعلتها تأخذ أو تحصل على هذا المركز المتميز. هو الحقيقة طبعا البحر الأحمر واخد شهرة عالمية في الغوص، بيجي للبحر الأحمر من يعني معظم دول أوروبا خاصة ألمانيا، وفي مناطق معينة في مصر منها أشهرها منطقة حماطة ومرسى علم والغردقة، بالإضافة طبعا لشرم الشيخ. منطقة البحر الأحمر عندنا تعتبر من المناطق البحرية البيئية التي ما زالت تحتفظ بعالمها وأسرارها الخاصة تحت الماء من الشعب المرجانية والأنواع النادرة من الأسماك الملونة. يعني الحقيقة في ندرة كبيرة جدا اللي موجود داخل البحر عندنا في هذه المناطق، عشان كده بيجي لها السواح من كل الدنيا. نضيف على ده طبعا انه قرب المسافة ما بين اوروبا ومصر ده بيجعل الامور يعني اكثر سفرا لهذه الوجهة المفضلة ليهم. طبعا اماكن الغطس بتاعتنا تعتبر قريبة ايضا من الاماكن السياحية بشكل عام اللي موجودة، اللي ممكن يقضوا فيها وقت كويس بالاضافة لرحلات الغطس اللي بيحبوها. عندنا مجموعة كبيرة جدا زي ما قلت لحضرتك من الاسماك النادرة اللي يعني مش موجودة في اي مكان. الموقع الجغرافي كمان والطقس والمناخ اللي بتتمتع به مصر بيكون دافئ دايما سواء على الشواطئ أو تحت الماء، وبالتالي بيكون هناك يعني متعة كبيرة جدا. بقياس الرغبات للوجهات السياحية اللي أجرتها بريطانيا والمجلة المتخصصة بتاع الدايفنج في بريطانيا، قالت أن مصر هذا العام تحتل المركز الثاني، علما بان السنه اللي فاتت واللي قبلها كانت مصر بتحتل المركز الاول. الحقيقه في تنافس كبير جدا، لكن الحمد لله على مرور السنوات الماضيه دايما البحر الاحمر عندنا في مصر يعني بينافس دايما على المركز الاول والثاني. طيب خليني أسأل حضرتك عن مقاومات مصر لتنشيط السياحة الصحية يا دكتور. حضرتك بتتكلمي عن ملف مهم جدا لمصر. طبعا مصر عندها مقاومات كتيرة جدا، نقدر نجملهم في 9 مقومات. تفضل. أولا الموقع الجغرافي بيميز مصر، عندنا العيون المعدنية والكبريتية، عندنا الطمي العلاجي، عندنا الرمال المشعة، الرمال السوداء، المناخ العلاجي اللي خاص بأمراض التنفس، عندنا يعني المساحة كبيرة من البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحيرات، النباتات الطبية والأعشاب اللي بتطلع في مصر، البيئة النظيفة والخالية من التلوثات وخاصة في مناطق كبيرة في مصر. عندنا طبعا يعني أكثر من 1356 عين يعني كبريتية ومعدنية موزعة في كل أنحاء مصر. تمام. قرب الأماكن دي كلها من المناطق السياحية بيخليها مناطق مهمة جدا بالنسبة للسياحة العلاجية في مصر. وإحنا الحقيقة يعني مهتمين جدا بالملف ده، خاصة الصيت الكبير اللي حققته مصر ونجاحها في علاج فيروس سي في العالم.
ادى يعني ضوء كبير جدا على هذه المنطقه واهميه السياحه العلاجيه فيها. حقيقي. طيب اخيرا يا دكتور، يعني خليني اسال حضرتك عن اهم ملامح مشروع بقانون الخاص بنقابه السياحيين او المهن السياحيه، وكمان هل تم الانتهاء منه؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارفة انه في نوعين من النقابات عندنا في مصر، النقابات العمالية والنقابات المهنية. النقابات المهنية هي بتبقى نقابة واحدة بس بتمنح شهادة مزاولة المهنة، زي نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، المحامين وهكذا. المرشدين السياحيين لهم نقابة بتمنح شهادة مزاولة المهنة، وهذه النقابات بتصدر بمشروع قانون في مجلس النواب ويصدق عليه السيد الرئيس. الحقيقة العاملين في القطاع السياحي يعني ما عندهمش هذه النقابة المهنية، ولكن هي مجموعة من النقابات العمالية المتخصصة لسواء اللي عاملين في الفنادق أو اللي عاملين في شركات السياحة وهكذا. احنا الحمد لله انتهينا بانشاء مشروع القانون وتجهيزه، يمكن كنا هندخله في المجلس النواب السابق، ولكن الوقت مش هيسعف انه يخش لجنة عشان يتم مناقشته، لكن الحمد لله انا استلمت الملف بتاع مشروع القانون و هنعرضه ان شاء الله في مجلس النواب القادم على لجنه السياحه عشان يدخل الجلسه العامه ويتم التصويت عليه ان شاء الله. وبتمنى من الساده النواب ان هم يساعدوا في اصدار هذا القانون الخاص والمهم للعاملين في القطاع السياحي، بحيث هذا القطاع ما حدش يشتغل في مهنة السياحة أيا كان تخصصه إلا بتصريح وشهادة مزاولة لهذا العمل من هذه النقابة الجديدة بإذن الله. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور باسم حلقة نقيب السياحيين، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معنا تقرير خاص بإنفاذا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة واللي بتأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بمعدلات الأداء الأمني وتحقيق مفهوم جودة وإتقان العمل الشرطي في شتى مجالات والأنشطة أجهزة الوزارة، واستمرارا لخطة تطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون. فقد شهد قطاع السجون مؤخرا تطورا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إداري متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات. خلينا نروح نشوف تفاصيل لهذا التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. تشهد قطاعات وزارة الداخلية تطويراً وتحديثاً متواصلاً من إنشاءات جديدة لرفع كفاءة منشآت قائمة. جديد تلك الإنشاءات هو مبنى إداري متطور لقطاع السجون، أنشئ وفقاً لأحدث النظم المعمارية ومزود بتقنيات وتكنولوجيات حديثة. يضم المبنى غرفة لإدارة الأزمات بها أنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات يرتبط بكافة السجون على مستوى الجمهورية، يكفل إحكام إجراءات التأمين لمرافق ومنشآت قطاع السجون. إضافة إلى نظام اتصال بتقنية الفيديو كونفرنس، يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية. وفي إطار الارتقاء بالعنصر البشري، تضمن المبنى قاعات للتدريب وعقد المحاضرات والندوات في مختلف المجالات لتدريب العاملين في قطاع السجون وفقاً للسياسات العقابية الحديثة التي تراعي حق الإنسان وكرامته. كما يضم المبنى غرفة اتصالات مزودة بكافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة، وتم تزويده بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات نزلاء السجون. يتزامن إنشاء هذا المبنى مع الاستمرار في تطوير الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء السجون لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب قضاء عقوبتهم، من خلال تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية وتسويق منتجاتهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة.
كما تحرص الوزارة على توفير رعاية صحية متكاملة لنزلاء السجون من خلال مستشفيات ذات تجهيزات وتقنيات حديثة داخل السجون المختلفة. إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية لكافة السجون لتوقيع الكشف الطبي اللازم على النزلاء. فضلاً عن تطبيق الإلكتروني لتلقي طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وفقاً للضوابط الحاكمة. وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة داخل السجون لحماية النزلاء والعاملين والمترددين على السجون من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نروح دلوقتي لمتابعة أحوال الطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف أو طقس ليلا بارد على كل الأنحاء، مائل البرودة على جنوب سيناء. بالنسبة للشبورة المائية، هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس. هنروح نشوف بيان تفصيلي بدرجات الحرارة وأسعار العملات ونرجع نكمل فقراتنا، خليكم معي. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا التانية النهاردة، وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن إزاي يقدر المواطن المصري يستفاد من الخدمات الإلكترونية اللي متوفرة دلوقتي في منظومة التحول الرقمي. هنتكلم أكتر عن منظومة التحول الرقمي مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، باشمهندس حسام الدين مصطفى، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورني. يعني خليني أبدأ مع حضرتك على طول ونتكلم عن فكرة التحول الرقمي، وطبعا أي مؤسسة أو أي إنجاز أو مشروع بيبدأ دايما من البنية التحتية. خليني نتكلم أو نعرف من حضرتك أكتر عن البنية التحتية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمصر. تمام، في البداية نتكلم عن ما هو التحول الرقمي قبل ما نتكلم عن الإنجازات الموجودة على أرض الواقع. نتكلم ان التحول الرقمي في الاساس هو تغيير في الفكر وتعديل في السلوك، بمعنى ان احنا هنغير فكر الموظف وفكر المواطن علشان نقدر نستخدم التكنولوجيا المتطوره الموجوده حاليا. وعشان نغير محتاجين يعني منظومه ضخمه جدا من التكنولوجيا، بدايه من البنيه التحتيه، وضروري ان احنا نغير نماذج التشغيل من خلال
تغيير جذري في الدورة المستندية الموجودة في الجهات الحكومية في الأول، وتطوير الموظفين من خلال دورات تدريبية على التحول الرقمي. والدولة بالفعل بدأت في الموضوع تدريب الكوادر من أكثر من 6 شهور. التحول الرقمي حاليا في مصر متمثل في 3 جهات أساسية: وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط والرقابة الإدارية. وفي مشروع بالفعل تم وقائم بتتبناه وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التخطيط تحت رعاية الرقابة الإدارية، وهي إيجاد ملف موحد للمواطن، بمعنى أن جميع الخدمات الحكومية من جميع الوزارات تكون موجودة في منصة واحدة، سواء من خلال تطبيقات هاتف أو من خلال مواقع الإنترنت، بحيث أن أنا مش محتاج أتوجه للجهة الحكومية علشان أحصل على الخدمة، لا، أنا من خلال التطبيق أقدر أدخل على كل بياناتي الموجودة في جميع الوزارات الخدماتية باستخدام رقمي القومي، وأحصل على الخدمة أو مجموعة الخدمات من خلال مكان واحد، وده يوفر طبعا علينا وقت ومجهود ويقلل تكلفة بالطبع يعني. هل إحنا مؤهلين إن إحنا ننفذ التحول الرقمي في مصر؟ أكيد مؤهلين، بدليل إن إحنا عندنا تعاقدات، وزارة الاتصالات عندنا تعاقدات مع كبريات الشركات العالمية في مجال تطوير البنية التحتية والإنترنت والاتصالات. هو احنا الثلاث مؤسسات اللي حضرتك ذكرتهم دولت اللي هم وزارة الاتصالات والتخطيط وفي مؤسسة الرقابة الإدارية الثلاثة احنا بقينا خلاص ماشيين بيهم في فكرة منظومة التحول الرقمي. المؤسسة نفسها ماشية بمنظومة التحول الرقمي بشكل كامل؟ لا، مش ده اللي أقصد. أنا أقصد أن احنا ماشيين في تنفيذ التحول الرقمي بالنسبة لجميع الجهات الحكومية، مش الجهات دي بتنفذ لنفسها التحول الرقمي، لا، بتنفذ للدولة ولجميع الوزارات التحول الرقمي. يعني لو اتكلمنا عن المشروع القائم الحالي في ربط جميع الوزارات من خلال الفايبر كيبلز اللي هي الألياف الضوئية، فده بداية تغيير البنية التحتية. ليه بنستخدم الألياف الضوئية؟ عشان نقضي على مشاكل الانترنت، وان السيستم داون او السيستم زي ما بيقول الكلمه الدارجه، يعني دايما نقول في الجهه الحكوميه اصل السيستم واقع بالظبط، بروح علشان اصدر اي مستند بواجه بيروقراطيه كبيره، وده يعني الوضع الحالي والقائم واللي الدوله بتسعى ان هي تغيره بشكل جذري ان شاء الله. فعشان اغير محتاج بنيه تحتيه، ومحتاج تغيير نموذج العمل اللي انا بشتغل بيه. طب انا ازاي هغير في النماذج التشغيل؟ لو قلنا البنيه التحتيه، فالدوله ماشيه في تطوير البنيه التحتيه باشكال مختلفه، تمام، من خلال اجهزه، من خلال تغيير النظام التحتي بالنسبه للشبكات، بالاضافه الى التطبيقات الموجوده حاليا سواء داخل الجهات او من خلال الويب او من خلال التطبيقات الموجوده على الهواتف الذكيه. طيب نقول مثال صغير، ازاي انا هتحول رقميا وايه الفايده اللي تعود على المواطن من التحول الرقمي؟ انا عشان اصدر اي مستند بروح للجهه، بتوجه للجهه، اثناء ما انا بتحرك اكيد انا باخد وقت مجهود تكاليف علشان اوصل بس للمكان، بوصل للمكان بتوجه للموظف اللي انا هاخد منه النموذج، وبعبي النموذج وبروح للموظف اللي هيرجع لي النموذج، وبعدين اروح اقف طابور عشان اختم، وبعدين اروح اقف طابور تاني عشان ادفع الرسوم، واخد المستند بعد ما اختمه واتوجه للجهه الثانيه اللي هقدم لها المستند. بنقابل بعض المشاكل في الجزئيه دي، ان لو الخدمه مش واضح فالجهه الثانيه اللي انا بتوجه لها هتقولي لا والله اصل الخدمه مش واضح، مضطر ترجع تاني. تمام، ودي الدورات اللي شفناها، والدوره المستنديه الموجوده كتير. في كل، وكلنا بصح. جربنا يعني كلنا جربنا حقيقة. الكلام ده، فلما انا استغنى عن كل التعب والعناء ده وانا موجود في بيتي أو في مكان عملي، قادر إن أنا أحصل على الخدمة وتجيلي من خلال البريد المصري توصل لي المستندات بتاعتي، فأنا كده حققت هدف كبير. طيب قبل ما نوصل للنقطة دي، إحنا حاليا بنعمل إيه علشان نوعي الموظف ونوعي المواطن عشان نستخدم التحول الرقمي أو التكنولوجيا المتطورة اللي ممكن حد يظن إن إحنا في مصر مش قادرين على إن إحنا نستوعب الكلام ده؟ بالعكس، قادرين نستوعب، بدليل ان احنا حاليا جميع المواطنين
على اختلاف مستوياتهم بيستخدموا ماكينة الـ ATM. ودي كانت بداية استخدام التكنولوجيا واستخدام الآلات، يعني التفاعل ما بين الإنسان والآلة موجود حاليا، موجود في مصر وكل العالم. هي فكرة الثقافة يا باشمهندس، يعني ثقافة ان احنا مش هنعرف نتعامل، الراجل الريفي اللي مش بيعرف يقرأ ويكتب مش هيعرف يتعامل، ازاي نعمل حاجة زي كده؟ فكرة التحول الرقمي دي مش هتمشي في مصر، ولكن فعلا زي ما حضرتك ذكرت انه في حاجات بسيطة جدا لقينا الوضع بيختلف. الاي تي ام لما يكون في منحة من الرئاسة زي ما شفنا المنحة الأخيرة بالضبط ساعة فيروس كورونا، والمساعدات اللي قدمتها الدولة للناس اللي هم الشغل بالشغل اليومي، يعني كان لقينا فيه تفاعل كبير جدا. يعني حتى لو الشخص مش عارف يتعامل، ليه ابنه بيعرف يتعامل، ليه حد جنبه هيعرف يوجهه، فهنلاقي الثقافة اتغيرت. وفكرة ان احنا كمان بنتعود على حاجة، لو تعودنا ان احنا نتعامل على طول بالموبايل، لو تعودنا ان احنا فكرة ان احنا بنعرف نتعامل تكنولوجيا، وده بقى متاح جدا متاح بشكل دلوقتي كبير في مصر بالزبط. طبعا في الوقت الحالي احنا مؤهلين لاستقبال التكنولوجيا اكتر من غيرنا من الدول حقيقي. على كل حال لان لا شك ان احنا المواطن المصري والعقلية المصرية العالم كله بيشيد بيها من سنين تمام، فده احنا ما نقدرش ان احنا نقول لا انا ما اقدرش اعمل المشروع الفلاني علشان البلد، لا البلد تستوعب والناس تستوعب. من الطفل الصغير بيستخدم الموبايل حاليا بالزبط. في الاي ليرنينج في دلوقتي تباعد فالتعليم عن بعد صحيح. هل أولادنا مش بيستخدموا المنصات التعليمية؟ لا بيستخدموا، بيستخدموها بكفاءة. الطفل محتاج يوم واحد نشرح له علشان بعدين هو يستخدم، وبعدين يرجع هو يشرح لنا صحيح. هو إزاي يستخدم صحيح. وده الناس كلها عارفة الكلام ده. طيب إيه أشكال التحول الرقمي في مصر؟ في أشكال كتير. لو كلمنا عن الآي كلاود اللي هي المنصات الموجودة على الإنترنت، فدي جميع الوزارات ليها منصات موجودة على الإنترنت، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التربية، التعليم العالي، كل الجهات الحكومية لها منصات موجودة على الإنترنت، زائد التطبيقات الموجودة على الهواتف، زائد حاجات أكتر من كده بكتير. إحنا عندنا الذكاء الاصطناعي، عندنا الاستشعار، عندنا كمان الواقع المعزز. الواقع المعزز اللي هو بنتكلم فيه عن الأجهزة اللي إحنا بنلبسها علشان تساعدنا على تحسين التفكير. الموضوع ده يعني موجود ومثار حاليا، يعني احنا لسه بس ما نعرفش معلومات قوي عنه بس اكيد المعلومات متوفره يعني. لكن يعني بنتكلم في اشكال التحول الرقمي تمام. من ضمن اشكال التحول الرقمي استخدام الماكينات الالات زي الاي تي ام. فهنا نتنقل لنقطه مهمه جدا، وهي استخدام ماكينه الخدمه الذاتيه في اصدار المستندات والوثائق الحكوميه. ان انا بعد ما بطلب المستند من خلال الموبايل او من خلال الانترنت، بقدر اتوجه لاقرب ماكينه علشان استلم المستند بتاعي. ناخد مثال على شهاده الميلاد. انا محتاج شهاده ميلاد، فبضطر اروح للسجلات علشان اصدر الشهاده، واتفقنا ان ده بيكلفني مجهود وبيكلفني وقت زائد المصاريف الزياده. يعني انا عايز اقلل النفقات. موضوع الماكينه هيقلل النفقات مش بس على المواطن، على الدوله كمان اكيد. فيبقى انا الدوله بتعمل ضبط للتكاليف جميع الجهات الحكوميه. لان هنفكر في حاجه تانية خالص، هل انا لو عندي ماكينه بتقدم خدمه شهاده ميلاد ما اقدرش من خلالها اطلع توكيل؟ اقدر. ما اقدرش اطلع بطاقه؟ ما اقدرش اطلع من خلالها نموذج لاي جهه حكوميه؟ ما اقدرش كموظف استخرج شهاده مفردات مرتب ولا نموذج اجازه؟ نقدر. فنتكلم عن ماكينه مسماها الاي جوفرمنت او الاي سيرفيس، يعني الحكومه الالكترونيه او الخدمات الالكترونيه تمام، سواء للحكومه او للمؤسسات الخاصه، سواء جامعات خاصه او جامعات حكوميه او حتى شركات بيكون لها مجموعه افرع، يقدر نستخدم الماكينه ان انا احصل على المستند بتاعي. طيب نتكلم عن بطاقه الرقم القومي، هل من السهل ان انا من خلال ماكينه استخرج بطاقه الرقم القومي؟ في العالم كله ومن قبل 25 سنة من النهاردة أنا بطلع بطاقتي برا مصر من خلال ماكينة كويس، وطلع بطاقة اللي هي السمارت مش البطاقة العادية. فأصبح من الضروري حاليا في مصر إن أنا فورا لازم يبقى عندي وسيلة إن أنا من خلالها أتوجه لماكينة، يبقى في تعامل ما بين المواطن وما بين الآلة. إحنا قلنا إن الآلات الموجودة الناس كلها بتستخدمها، ATM، موبايل، لابتوب، PC، فهنضيف عليهم ماكينة الخدمة الذاتية
اللي هي بيقولوا عليها الاكشاك الذاتيه. هنطلع ازاي بطاقه من خلال الاكشاك الذاتيه؟ في عندي حاجه اسمها المطابقه البيرومتراتيه، اللي هي ايه؟ انا هقف قدام ماكينه هطابق بصمه الوجه، بصمه الايد، بعدين اعمل اسكان لبطاقتي او جواز سفري. في اكتر من طريقه للمطابقه. بعد ما تحصل عمليه المطابقه اقدر احصل على المستند. وفي الماكينات اللي بتكلم عنها بتصدر البطاقه بشكل فوري. يعني انا قدام الماكينه بحصل على البطاقه حالا خلال 5 دقائق 7 دقائق ماكسيموم. يعني بيتوقف على ايه؟ يعني هو فوري او ان انا لسه في كم وقت اعرف؟ هقول حاجه، لو انا بصدر البطاقه لاول مره فاكيد ان انا محتاج اجراء، صح؟ ايه الاجراء المطلوب علشان اطلع بطاقه لاول مره؟ اول حاجه ان انا اعبي مستند واوقعه من ولي الامر او من جهه حكوميه اللي بيقولوا عليه يعني الضامن او ايا كان مسمى يعني. بعدين بروح للسجلات عشان احوال مدنيه، بقدم المستند وببصم. تمام، حاليا البصمه اصبحت بصمه الكترونيه. يعني انا قبل كام يوم كنت بغير بطاقتي بما اني شخص كنت لسنين طويله بره مصر، فمحتاج ان انا اغير اعدل بياناتي، فده يتطلب بصمه الكترونيه. بصمه اصابع، بصمه الكترونيه، ودي البدايه، بدايه التحول، ان انا برقمن البصمه. ده هيفيدني بايه؟ ان انا اطابق هويه الشخص اللي واقف قدام الماكينه ان هو قدام الاي تي ام. ايه اللي بيعرف الاي تي ام ان انا نفس الشخص؟ البطاقه اللي معايا. ممكن اي حد يكون معاه البطاقه، انا او اخويا او ابني، صحيح؟ انما في الماكينه اللي بصدر منها مستند حكومي، صحيح، مستحيل الا اذا كان الشخص مفوض عن غيره رسميا وداخل قواعد البيانات في الكلام ده. فيبقى في زي ما بقول ملف موحد لكل مواطن واللي بيعولهم. يعني انا مخول ان انا اصدر بطاقه ليا وابنائي، زوجتي، والدي، والدتي، فالماكينه تتفاعل معايا وتديني جميع البيانات. طب من خلال ايه؟ بس بصمه الايد او بصمه الوجه؟ لا، من خلال برضو السمارت، الاي دي السمارت، سواء كانت البطاقه. وحاليا برضو الدوله شغاله في المشروع ده، وبعد ان شاء الله 5 أو 6 شهور من دلوقتي هيبان بوادر المشروع باذن الله. طيب احنا الماكينه الذاتيه، هل من الممكن ان احنا يعني برضو في دول بره بنشوف انه لو حد عايز يجدد الرخصه بتاعته بتكون عن طريق الماكينه الذاتيه، ده هيكون متاح برضو في مصر ان احنا ممكن اي حد عايز يجدد الرخصه بتاعته يجددها عن طريق الماكينه الذاتيه ويقف يستلمها فوري؟ اكيد. اما نتكلم عن التحول الرقمي فبنتكلم تحول رقمي لمصر، بنتكلم عن مجتمع رقمي، ومش بس كده، بنتكلم كمان عن اقتصاد رقمي هنتكلم عليه بعد شويه. فانا بتكلم عن رقمنه جميع الدوائر الحكوميه، سواء كانت بطاقه رقم قومي او رخصه قياده او رخصه شهاده مخالفات او اي مستند بيطلع من اي جهه، او تذكره قطر او تذكره مترو. نتكلم مشروع قومي للدوله، تمام، بحيث ان يبقى الماكينات موجوده في الاماكن العامه وموجوده في السجلات زي الاي تي ام، هي موجوده، يكون برضو موجود ان شاء الله ماكينات خدمه ذاتيه. طيب احنا يوم 15 نوفمبر اللي هو يوم الاحد الماضي كان في اعلان من دكتور محمد معيط وزير الماليه عن اطلاقه المرحله الاولى لمنظومه الفاتوره الالكترونيه. ده طبعا في لاول مره في تاريخ مصر. رؤيه حضرتك لهذه المنظومه، هل هي يعني خطوه مهمه في طريق التحول الرقمي؟ وزارة المالية من أولى الوزارات اللي استخدمت التحول الرقمي في جميع مؤسساتها. لو اتكلمنا عن الجمارك أو الضرائب أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة المالية استخدمت التحول الرقمي بشكل واضح وملموس. وفي أنظمة كتير موجودة في الجمارك في الوقت الحالي بتستخدم التحول الرقمي من خلال أنظمة كتيرة جدا. الوزارة لما تفكر ان احنا نعمل اصدار فواتير من خلال المنصات او من خلال التطبيقات، فاحنا هنا بدأنا بالفعل في التحول الرقمي، ودل على جميع الجهات الحكومية ان هي تفكر فيه وتبدأ بالفعل. وده هيبان ان شاء الله، لان في كتير مؤتمرات اتعملت وبتتعمل بتشرح اللي الدولة قامت بيه من انجازات في الفترة دي. يعني جميع التعاقدات اللي الدولة عملتها مع الشركات الأوروبية أو مع كبريات الشركات في الاتصالات والإنترنت بتقول إن إحنا خلاص على أعتاب تطبيق وتنفيذ التحول الرقمي بمعناه ومفهومه.
قاعدين نعمل اعلانات في التلفزيون بنوعي المواطنين على اهميه الدفع الالكتروني. الوزارات جميعها جميع مؤسساتها بتعقد ندوات ومؤتمرات عشان تشرح وتوضح. الدوله دربت اكثر من 10,000 موظف على استخدام التحول الرقمي في مختلف المحافظات. حاليا بدأنا في 5 مدن بتستخدم التحول الرقمي في الشهر العقاري. في تجديد بطاقة اللي هو الكارت الخاص بالتموين، في تجديد كارت الكهرباء. بدأنا على سبيل المثال بمدينة بورسعيد. ودي دايما مدن القناة دايما بتبقى نموذج لتطبيق أي أفكار جديدة. وده بالفعل بتطبق حاليا في بورسعيد. زائد المدن الذكية. يعني العاصمة الإدارية صرح يعني من أصرح الموجودة في مصر حاليا، وهيبقى نموذج للتحول الرقمي لأن جميع الوزارات هتكون موجودة في العاصمة الإدارية وكلها مربوطة ب زي ما قلنا الألياف الضوئية، وهيكون كل التعامل من خلال التكنولوجيا. يعني أنا هتوجه للوزارة في حالات خاصة، مش في كل الحالات هتوجه للوزارة. طيب يعني عايز أعرف برضو رؤية حضرتك علشان مصر تقدر تكمل في منظومة التحول الرقمي ونصبح مجتمع رقمي، إيه اللي ممكن نعمل؟ بداية نبدأ بالتوعية. يعني لما كنتش عندي توعية لجميع المواطنين سواء موظف في الحكومة أو مواطن عادي بتلقى الخدمة، فأنا مش هقدر استخدم التحول الرقمي. ولازم يبقى عندنا ما يسمى بثقافة الإبداع. إزاي الموظف يبقى مبدع؟ ما يبقاش آلة قاعد شغال كل يوم نمطي بيعمل نفس الكلام وعايز بس يجي الساعة 1 ولا 2 عشان يروح. لا، لما أنا أوفر تكنولوجيا فأنا بوفر بيئة صالحة للموظف إن هو يفكر، إن هو يبدع، لأن أنا وفرت عليه وقت، وفرت عليه مجهود. أصبح مفيش تعامل مباشر مع المواطنين. المواطن بيتعامل من خلال التطبيقات ومن خلال الماكينات قبل ما يتعامل مع الموظف. فخلاص أنا كده قللت الجهد على الموظف، فلازم الموظف هنا يطور من نفسه. أكيد لازم يفهم أني أنا مش يعني بوفرك التكنولوجيا دي كلها علشان أنت ترتاح وما تشتغلش، لا بالعكس، ده أنا بوفرك بيئة سليمة وصالحة أن أنت تطور من فكرك وتطور سهلة. من أدائك وسهلة بالزبط. إحنا الهدف في الموضوع الرقمنية، يعني احنا بنتكلم عن يعني مسميات كبيره وبرك. خلينا نقول للناس بشكل بسيط علشان ما نبقاش بنستخدم مصطلحات اكبر من حجم الناس، وده يهمنا. يعني احنا طبعا هدفنا هنا في البرنامج ان احنا نوصل للناس الدوله بتعمل ايه لصالح المواطن. يعني هي الدوله مش بتعمل لصالح المؤسسات الحكوميه، انا بعمل في الاساس لصالح المواطن. انا هديك تكنولوجيا تسهل عليك استخداماتك وتسهل عليك اصدارك للمستندات الحكوميه وتسهل عليك يعني طبيعه حياتك اللي انت عايشها. ان انا كل يوم بصحى من النوم بفكر في امور كتير، ببقى حامل هم اليوم اللي انا هروح فيه جهه حكوميه. تمام؟ فخلينا نبعد عن الجزئيه ان انا الشخص يعني تعبان وشايل هم حاجه زي كده. خليه على الاقل الانسان يصحى من نومه عارف ان هو عايز ينفذ اي اجراء او معامله من خلال موبايل. طيب انا لما اتوجه للماكينه عشان اصرف فلوس واتوجه للماكينة عشان اطلع منها مستند او مستخرج، كام ولي امر في بدايه الدراسه بيتوجه للسجلات المدنيه عشان يطلع شهاده ميلاد حديثه؟ ملايين. تمام؟ اكيد. طب نوفر على الملايين ده يعني مجهود وتكلفه. صحيح. لما اتكلم عن التكلفه فالناس تظن ان احنا هنقلل او الدوله هتقلل تكلفه المستند. تقليل تكلفه المستند فيه انا بطلع شهاده ميلاد بمبلغ معين. بلس زائد ان انا بتحرك بمواصلات لحد ما اروح المكان رايح جاي. زائد الوقت، زائد ان انا خدت يوم اجازه اكيد من شغلي علشان اروح اصدر المستند. فالناس لازم تفهم ان المشاريع بتتعمل لصالح المواطن مش مشاريع ترفيهيه في الاساس، لكن هتحقق رفاهيه فيما بعد. صحيح. احنا هنحس بالكلام ده أكيد. فيما بعد هنحس بانه بقى في سهوله ويسر في التعامل فيما بعد، واعتقد ان احنا ابتدينا نلمس هو فيما بعد مش بعيد. بالظبط، فيما بعد مش بعيد، نتكلم خلال يعني اشهر قليله، وان شاء الله ببدايه السنه هيكون في بوادر على ارض الواقع ان شاء الله. نتكلم عن جزئيه بس كمان تانية. اتفضل. عن موضوع التوكيلات. الشهر العقاري ما يقلش اهميه عن الاحوال المدنيه.
الانتشار العقاري دايما الناس هناك برضو في تزاحم شديد. وما ننساش برضو ان احنا في ظروف يعني قهرية علشان بالزبط الكورونا عشان تباعد الاجتماعي, فلازم نحقق بقى التباعد بشكل واضح يعني. فلو انا حابب اعمل توكيل من خلال ماكينة هنفذه ازاي؟ التوكيل محتاج مني حاجتين. اول حاجة اطابق هوية الموكل والموكل اليه, في وجود البصمة الالكترونية فالموضوع ده متحقق, في وجود مطابقة الوجه فده متحقق, في وجود مطابقة الفينجر برينت او البصمة بصمة الاصبع فده اصبح موجود. فخلاص اكدنا ان الشخصين موجودين قدام الماكينة هما اللي هيوكلوا او هيتوكل اليهم المستلم. طب بعد ما بسجل البيانات على الماكينة المفروض الكلام ده بيتم عليه مراجعة. هنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في ان انا اراجع البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي. يبقى في تفاعل ما بين الماكينة وما بين قواعد البيانات وما بين الماكينة وما بين الشخص اللي واقف قدام الماكينة لاستخدامها, واستلم التوكيل من الماكينة. فحاجة تسأليني سؤال اللي هو الماكينة هتطلع لي المستند موقع ومختوم ولا هاخدها بعد كده اروح للموظف عشان اختمها؟ بالظبط. لا هتطلع الاوراق مختومه ختم بارز يعني مش ختم صوره. يعني داخل الماكينه في ختم. الورقه بتقف لثواني تتختم ختم بارز وينزل عليها التوقعات الالكترونيه واخد المستند استلمه واتوكل على الله. احنا كده وصلنا لمراحل حلوه. ده موجود ان شاء الله. احنا هنعرض الماكينه خلال ايام, هيبقى في مؤتمر بنعرض فيه الماكينه. واحنا كان عندنا مؤتمر اول امبارح يوم السبت بنتكلم عن نفس الموضوع. يعني هنشوف مصر في ابهى صورها. يعني احنا التحول الرقمي ده هنوصل لمرحله حلوه جدا احنا عمرنا ما كنا نتخيل, وزحمه مواصلات وزي ما حضرتك بتقول ونرجع دوره ولا الختم مش مظبوط. فاعتقد ان احنا في غنى عن كل ده, بس نكون عندنا الوعي الكافي ان احنا نستخدم الاجهزه. تمام كلامك. بشكر حضرتك جدا نورتنا. بشكر مهندس حسام الدين مصطفى عضو غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بشكرك على وجودك معنا. الف شكر ليك. نورتنا يا باشمهندس. بشكرك يا فندم. مشاهدينا فقرتنا انتهت, هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفيه. خليكم معانا. شكرك استاذ. الف شكر. شكرا. برحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا, وده معنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا النهاردة في الاستوديو أستاذ حاتم عبد القادر رئيس تحرير جريدة العربي الأفريقي. صباح الخير يا أستاذ حاتم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا. خليني أبدأ مع حضرتك على طول من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية, وده كان بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية وأيضا وزير المالية للخزانة العامة. وخلال الاجتماع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا, وده بهدف ضمان استقرار السياسات المالية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع أيضا تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020 و2021. خليني أعرف من حضرتك رؤية حضرتك لهذا الاجتماع بالأمس وأيضا تداعيات فيروس كورونا. هو طبعا واضح انه من الخبر انه الاجتماع كان بيهدف طمأنة المواطنين وخصوصا من اعلى سلطه في البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي, وكان حاضر مع رئيس الوزراء ووزير الماليه. فطبعا ده مؤشر خصوصا مع يعني الاستعداد لاطلاق موجه قادمه من انتشار او تحسبا للموجه المقبله من انتشار فيروس كورونا, واللي بدا فيه يعني زيادات طفيفه بعد الشيء, لكن في تحسب من الدوله انه الاجراءات اللي كانت عملتها في شهر مارس الماضي, وبصراحه طبعا كانت اجراءات موفقه وقدرت الدوله ان هي تسيطر على أكبر قدر من التحديات أو من الخسائر اللي أصابت القطاع الاقتصادي, وده على مستوى العالم طبعا.
وطبعا زي ما احنا عارفين انه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رصد 100 مليار جنيه في اطار مكافحه انتشار وباء فيروس كورونا. فهو هنا طبعا الاجتماع بتاع امبارح كان بيهدف انه يكون المؤشر الاقتصادي يتم رصده او متابعته اولا باول، في نفس الوقت انه بيتم رصد التحديات اللي ممكن يعني يكون ليها تأثير أو تمثل عقبة في أداء الحكومة الاقتصادي. ففي تحسب مسبق بيهدف إليه اجتماع الأمس، وأنه تكون الحكومة يقظة لمكافحة مثل هذه التحديات أولا بأول يعني. طيب، أيضا مع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بالتنمية المجتمعية، واستعرضت القباج في هذا الإطار برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي يشمل العديد من مبادرات التنمية للأسر المستفيدة، ومنها برامج الاكتشاف المبكر للإعاقة وتنظيم الأسرة وصحة الطفل ومكافحة المخدرات والإدمان ومحو الأمية وغيرها من البرامج الهادفة إلى تكوين قيم واتجاهات. وجه الرئيس بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق تحيا مصر لدعم تلك البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية خصوصا من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج. رؤية حضرتك أيضا لهذا الاجتماع؟ وطبعا زي ما حضرتك أشرت في السؤال، يعني طبعا البعد الاجتماعي هنا هو بعد مهم جدا وبتضمنه الدولة بتكفله لشرائح عديدة من المجتمع أو يمكن الشرائح اللي بتكون أكثر احتياجا. وإحنا عندنا برنامج وعي للتنمية، ده برنامج طبعا بيهتم بي يعني فئات محددة، ومثلا زي ما ممكن يتضمن في قالبه مشروعات الأسر المنتجة والاهتمام بصحة الطفل والمرأة ومكافحة الإدمان والمخدرات والاكتشاف المبكر للإعاقة. فطبعا ده برضو حرص يعني من نوع جديد بيكون في أولويات رأس الدولة. وواضح طبعا أن الرئيس لما بيجتمع بوزيرة التضامن الاجتماعي دكتور نيفين القباج بيكون حريص على أنه يوجه رعاية الدولة لمثل هذه الشرائح اللي ممكن تكون يعني تم غفلها أو تنسيها مثلا في فترات أو حقب معينة. طبعا الصندوق اللي بيرعاه الرئيس السيسي اللي هو صندوق تحيا مصر لما بيكون عنده موارد أو بنود مخصصة لتوجيه أو دعم ورعاية مثل هذه المشروعات، طبعا ده بيكون في إطار التكافل أو التضامن الاجتماعي مع كافة الشرائح والمجتمعات اللي بتكون في حاجة إلى دعم ربما لا يمكنها الحصول عليه من أماكن أخرى، أو بتتطلب هذه الأماكن مثلا ضمانات أو شروط ربما هم بيكونوا بالنسبة لهم شروط معقدة. فالنهاردة لما بيكون صندوق تحيا مصر بيوجه التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات، أعتقد أن ده بيكون أيضا يعني كنوع من التنمية المجتمعية. حتى هو البرنامج اسمه وعي للتنمية، وبيحرص على توعية مثل هذه الأسر ومثل هذه المجتمعات ان هم يتوجهوا للاماكن اللي بيحصلوا او بتسهل ليهم التمويل اللازم من صندوق تحيا مصر. طيب، هروح مع حضرتك لمنشط اخر معانا خاص برئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة. خلال الاجتماع استعرض وزير قطاع الأعمال نتائج الاجتماعات التنسيقية مع وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري وأسطول مصر من السفن التجارية، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول لمرحلة يتم فيها نقل أكبر جزء ممكن من السلع والصادرات المصرية على السفن المصرية. واستعرض الوزير جهود تطوير الشركة القابضة للنقل البري والبحري والتي تضم 18 شركة، منها 3 شركات كبرى لتداول الحاويات هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، و3 شركات لنقل الركاب، وخمس شركات لنقل البضائع، بالإضافة إلى 5 شركات للتوكيلات الملاحية والشركة التجارية للأخشاب التي يجرى العمل على تطويرها بخبرات عالمية متخصصة في هذا المجال. رؤية حضرتك. هو طبعا قطاع الأعمال يعني طبعا الدولة عانت منه لسنوات طويلة،
والحقيقه دكتور هشام توفيق انا بيحاول مشكورا انه يبذل جهد كبير في اعاده الهيكله ويعني طخ فكر جديد لاداره مثل هذه الشركات، وخصوصا ان في يعني مش عاوز اقول جزء كبير او يعني في بعض منها بيشهد خسائر في ختام الميزانيه السنويه في كل عام. لكن التصور انه علاج مثل هذه الشركات من وجهه نظر هي يعني مش وجهه نظر ولكن يعني وجهه نظر اقتصاديه انه ربما بيرى البعض له فلسفه في انه يعني انواع معينه من الشركات التابعه لقطاع الاعمال كان ينبغي ان الحكومه ما تدخلش فيها وان هي تكون موجوده للقطاع الخاص او هي بالاساس من المفروض ان هي تكون نشاط خاص، ودي طبعا بتختلف حسب فلسفه كل دوله، يعني طبعا ما هياش وجهه النظر الصحيحه المطلقه او ان هي الخطأ المطلقه. لكن اجتماع الامس طبعا لما حتى ضرب المثل بشركه النقل البحري، وزي ما ذكرت ان عندنا ثلاث شركات كبار اسكندريه وبورسعيد ودمياط اللي هو تداول الحاويات وشركات نقل الركاب، اعتقد ان هذا القطاع لابد انه بيشمل طفره وتطور كبير، خصوصا اذا كانت مصر بتخطط في موضوع يعني انعاش الصادرات المصريه مره اخرى وان هي تكون احد الروافد الرئيسيه لجلب العمله الاجنبيه للدوله. فانا اعتقد انه مثل هذه الاجتماعات هتعزز ويعني تجعل هناك طفره ونهوض مرة أخرى بشركات قطاع الأعمال العام وتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة، ويتطلب هذا الأمر إدخال فكر إدارة القطاع الخاص إلى هذه الشركات، يعني تدار بنفس فكرة الرأس مال الخاص بدلا من أن يكون المهيمن على توجيه الإدارة في هذه الشركات أنها شركات حكومية، وبيجي مثلا عضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة يقضي مثلا الفترة بتاعته ويعني بيحس أن هي مش ماله، أو راجل بيتقاضى مثلا أجر معين وبيخلص مدته ويمشي. فكان الفكر ده موجود زمان، فما كانش عنده الحرص على أنه ينهض به الشركة ويحقق أعلى مبيعات. لكن أنا بقول النهاردة أن احنا عاوزين نجلب إلى هذه الشركات عقول مفكرة ومن يعني يكونوا معرفين بأنهم رجال صناعة، لأنه في فرق بين رجل الصناعة ورجل الأعمال. صحيح. فرجل الصناعة هو بيحط مثلا يعني إذا كان بينتج سلعة أو منتج معين هو لازم يحط مثلا أقل تكلفة بينافس بيها في السوق علشان يقدر يحط أفضل سعر يقدر ينافس فيه، لا يغفل برضو الجودة، الأسواق اللي هي تكون مرغوب فيها مثل هذه المنتجات. أيضا الرجل الصناعة بيكون حريص جدا على أنه عنده منتج أساسي بيحط فيه قيمة مضافة على أي منتج أو سلعة بتكون في مختلف الصناعات الموجودة، سواء صناعات كيماوية أو هندسية أو تعدينية إلى آخره، أو الغزل والنسيج إلى آخره من هذه الصناعات. فأنا أتصور أن مثل هذه الاجتماعات من المفروض أن تكون مستمرة لإنعاش وإعادة الحياة أو الروح مرة أخرى في شركات قطاع الأعمال. صحيح. هروح مع حضرتك للمصري اليوم ومنشأة بعنوان بعد الإعلان عن لقاح ثاني كورونا منظمة الصحة بتقول لن يقضي بمفرده على الجائحة. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن أي لقاح مضاد للفيروس ليس كافياً أن يقضي بمفرده على جائحة كوفيد 19، وقال إن اللقاح سيقوم بدور مكمل للأدوات والأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها، مشددا على أن اللقاح بمفرده لن يقضي على الوباء. يعني خبر شوية تشاؤمي أو يبان شوية تشاؤمي، يعني الناس كان في مخيلتها أنه اللقاح هيقضي على الفيروس وهنرجع نتعايش بحياتنا أو بصورة طبيعية. رؤية حضرتك لهذا التصريح؟ والله يعني أنا شخصيا لي رؤية خاصة في فيروس كورونا. صحيح. يعني أولا بالنسبة للخبر ومنظمة الصحة العالمية يعني أنت بتقولي أو بتصفي الخبر بأنه متشائم أو إلى آخره، يعني ومن الممكن كمان ساعتين هتصدر خبر يدعو إلى التفاؤل. ودي كانت طبيعة الأخبار اللي بيتم تصديرها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم. وده بيؤكد حاجة، بيؤكد انه حتى منظمة الصحة العالمية جهة غير علمية، عشان بس الناس تبقى فاهمة، جهة غير علمية لا هي جهة بحثية
ولا هي جهة مثلا معهد أو جامعة أو إلى آخره بتقوم بالأبحاث، بل بالعكس هي جهة تنسيقية ومسؤولة، يعني جهة أممية مسؤولة عن قطاع الصحة في منظمة الأمم المتحدة. إذن هي بتعتمد كلامها عليه، تعتمد كلامها أو تستقي أخبارها من المصادر، المصادر هي المصادر العلمية اللي بتقوم بالبحث. فإذا بناخد هذا الكلام لازم يكون هو راجع لمصدر بيقر هذا الكلام أو بينفيه. فبالنسبة لكوفيد 19 أو فيروس كورونا المستجد، إلى الآن لم يثبت بالدليل العلمي الدامغ أن هناك عقار أو لقاح قادر على علاج هذا الفيروس، حتى أن العلاج اللي اكتشفته روسيا مؤخرا منذ عدة أسابيع اللي هو سبوتنيك، أتصور أنه هذا العقار نفسه حصل فيه مشاكل في روسيا عند الاستخدام، وبعد شوية لقينا لا ده فيه عليه طلب وفي ناس ودول بتتفق على إصداره. إذن القول الفصلي في هذا الأمر لم يتضح حتى الآن، علاوة على التفسيرات اللي مصاحبة منذ انطلاق برضو الأزمة بتفسيرات سياسية، وأنا يعني ربما يعني مش عاوزين نحن نخوض فيها، لكن الخبر بتاع مدير صحة منظمة الصحة العالمية أعتقد أنه برضو المنظمة نفسها عاملة بالبلة، وبرضو احنا مش عاوزين نخوض في هذا، لان المنظمة احنا مثلا كدول على المستوى الرسمي طبعا بيكون في تنسيق مع منظمة الصحة العالمية لان هي المشرفة على مثل هذه الازمة مع الدول بشكل رسمي. يبقى انه في القطاع الشعبي لما بيجي يتكلم ويستقي مثل هذه المعلومات هينبغي برضو انه يتعامل مع الجهة الرسمية، يعني احنا في مصر ينبغي ان احنا نتعامل في هذه الازمة ونستقي مصادرنا من وزارة الصحة، هي اللي بتتابع الأمر يوم بيوم أيا كان الأمر، لأنه المسؤول عن وضع الخطط والأزمات في مثل هذا هي الحكومة ووزارة الصحة. فهذا الفيروس احنا بناخد الإجراءات الاحترازية وبنعمل الاحتياطات اللازمة، لكن في النهاية عملية الإصابة أو عدم الإصابة يعني هذا كله يعني مسائل قدرية ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقدرها. واحنا عندنا تجارب في طول الأزمة ناس كانت بتتخذ هذه الاحتياطات لأعلى درجة ممكنة وتم إصابتها، وناس ماشية بدون أي إجراءات وربنا بيعفيها. فهنا يعني في حكم غائبة عن الإنسان يعني، لكن كونه انه هو نفسه بيقول اهو انه اللقاح لوحده غير كفيل بالعلاج. طيب ده كلام برضو منافي لي، يعني اذا كان في لقاح لانه ما يخرجش لقاح بيعالج مرض معين او فيروس معين الا اذا كان تم اجراء عليه التجارب اللازمة. فهل وزير الصحة قصدي عفوا مدير منظمة الصحة العالمية بيقول هذا الكلام من أي منطلق ومن أي أساس علمي؟ ممكن فكرة أن يكون استكمالا لبروتوكولات علاجية بجانب اللقاح، ما هو لازم فعلا يكون مصدر علمي بيقول هذا الكلام. يعني هو السيد هو مش عالم في هذا المجال بل هو بينقل، فهو بيجيب هذا الكلام منين؟ يعني بد أن يكون في مصدر للمنظمة نفسها، مصدر يعني يكون في سورس يعني علمي بيقول هذا الكلام، فلازم يقول نقلا عن كذا كذا، زي ما احنا برضو في الاعلام او الصحفيين يقول لك انت جايب الكلام ده منين. لما انا بطلع اقول كلام ما يصحش ان انا بقوله من عندي لانه مش رأي، لما بجيب خبر او بجيب معلومة بنقلها عن مصدرها، ما عدا ذلك بتدخلي في مساحة انه ممكن اصدق هذا الكلام وانه ما صدقوش، فهو خبر قابل للإثبات وقابل للنفي. طيب بشكل عام حضرتك تابعت ازاي يعني تداعيات فيروس كورونا وتعامل مصر معها ازاي، واحنا على وشك يعني او على اعتاب او لو في موجة تانية يعني احنا تقريبا قربنا ندخل فيها، مع طبعا زيادة في اعداد معدلات الاصابة، فده مخلينا انه في موجة تانية مع فكرة الناس اللي ابتدت تتخاذل ايضا وتتكاسل. يعني حضرتك قلت في ناس بتكون واخده حذرها جدا وبتصاب، وفي ناس ماشيه ببركه ربنا وايضا بتصاب، ولكن فكره التخاذل لا. هو خلينا عفوا بقى مش تخاذل، يعني مش تخاذل، يعني انا جاي حضرتك النهارده وراكب يعني لا لبست كمامه ولا، هل ده تخاذل؟ ممكن يكون تخاذل، ممكن يكون يعني حد يفسره، ولكن احنا الاجراءات بناخدها على قد ما بنقدر، وكل فئه ليها ثقافتها وليها عاداتها وفيها الامكانيات اللي بتوفر او ما توفرش. واحنا هنتكلم في الواقع بقى، واقع كورونا والعالم بيتعامل معاه ازاي. الناس اللي بتدعو الى برضو العوده الى الحظر الكامل والحظر الشامل ونقف ونقعد في البيت، هذا الكلام طبعا كلام يعني غير مقبول والعقل، لان انت بتدعو الى ايقاف الحياه
الناس تتشل وتقعد، انت مش عاوز مواصلات في البلد، مش عاوز انتاج في البلد، ومش عاوز حد يروح مصالحه، ومش عاوز، طب يعني حتى انت قاعد تتفرج على التلفزيون والفيس، كل ده شغال ازاي؟ كل ده بيشتغل بالموارد البشريه. فلا يمكن ابدا ان اقتصاد العالم هيقف، ولا حتى النزاعات والحروب مش هتوقف في العالم علشان فيروس كورونا او الى اخره. لكن انا اعتقد ان احنا بنعمل الاجراءات المتاحه، ومثلا في مصر مثلا خلاص الدوله بتعمل اللي عليها، بتقول لك البس الكمامه، ممنوع حد مثلا يتواجد في مؤسسات الا لم يدخل الكمامه، في مطهرات، في الى اخره. اعتقد دي الاجراءات المتاحه. وعاوز اقول على حاجه، حتى الكمامه حتى القفازات او الجوانتي هي اخطر من انه الانسان يمشي بدونها. يعني ليه؟ لانه الجوانتي ده وانت لابساها، هو المفروض ان فكره الفيروس او البكتيريا ايه، بتبقى عالقه على الاسطح. فالواحد لما بيلبس جوانتي، انت لو سلمت على حد هو او تعاملت معه هو لابس الجوانتي، ده اخطر من انه لانه مفروض مع كل عمليه يخلع الجوانتي ويرميه. فهل ده يعني لو لمست الاقره مفروض اخلعه وارميه؟ لو جيت قابلت حضرتك وتعاملت معاكي اخلع الجوانتي وعميه، رحت عملت البنك مديت على شيك، او مجرد مسكت القلم في حد ذاته انت كده مسكته، المفروض انت ترميه. فطبعا عمليه مش مقبوله ومش معقوله. الكمامه بنتعامل معاها ايه؟ في ناس بتحضن الكمامه وتحطها في جيبها وتمشي بيها والكلام ده، ثقافه بس. طيب في ناس بتعلقها في العربيه في المرايه، انا شفت ده يعني منظر. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان احنا يعني دي ابسط أخطر حاجه، دي اخطر. انت كده بتنشري الفيروس. لا بالمناسبه، لانه انت لما تحط ايدك على سطح الكمامه كده يبقى انت ما عملتيش حاجه، بل بالعكس لما تتعاملي مع الطبيعه وان هي يعني ما نلبسش كمامه، ما نلبسش، هنلبس، لا هنلبس. انا بقول التعامل مع الكمامه ازاي، انا بقول التعامل مع الكمامه ازاي، لان في لا بالعكس ده بيحصل من ناس، مش عاوز اقول لك، يعني ناس مثقفين ومتعلمين زي حضراتنا كده، فلما بيحطوا ده اللي بيحصل معاهم على فكره، غير اللي مش لابس. مش لابس ده حاجه تانية خالص يعني. فانا بس بقول على الناس اللي بتهاجم مش اكتر، لكن احنا ان انا رافض الاجراءات، لا طبعا الاجراءات موجوده، ان لازم يكون في حرص على انه بس يعني انا لما قلت انا جاي ليه، انا جاي في مكان مفتوح مش داخل، لكن لما باجي اعمل اي معامله فيها زحام او فيها تكدس، لا انا بكون حريص ان بلبس الكمامه في هذا التوقيت. لكن لو في العربيه مثلا، لو انت في مكان يعني المسافات فيه متباعده، هو ده مش متطلب الاجراءات المشدده دي. يعني احنا بس محتاجين وعي اكتر من الناس، ان احنا يعني نلتزم بس لحد ما نشوف يعني ايه اللي هيحصل، لان الاصابات بتزيد واحنا داخلين في مرحله خطره. طيب خليني اروح مع حضرتك لمانشيت اخير معانا. نيفين جامع تبحث مع وزراء الاقتصاد ورياده الاعمال والتجاره الاماراتيين سبل التعاون. اكدت نيفين جامع وزير التجاره والصناعه ان الدعم غير المسبوق من القياده السياسيه بمصر والامارات لمنظومه التعاون الاقتصادي المشترك ساهم في نقل العلاقات الثنائيه بين البلدين لمستوى الشراكه الاستراتيجيه، وبصفه خاصه في قطاعات التجاره والصناعه والاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع الموسع الذي عقدته الوزيره مع عدد من اعضاء الحكومه الإماراتي. يعني رؤية حضرتك للعلاقات المصرية الإماراتية؟ طبعا يعني العلاقات المصرية الإماراتية على مختلف مستويات العلاقات، طبعا متينة دي مش عاوزة كلام يعني، أو مش عاوزة تأكيد. هو اجتماع الأمس مع ما بين السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نظيرها الإماراتي، هو طبعا في إطار تخطيط مصر لأنه تكون الإمارات هي سوق واعدة، أو تكون أكبر الأسواق للصادرات المصرية. ويمكن أنا يعني في السؤال بتاع شركات قطاع الأعمال ودورها اللي كان بيعمل عنه دكتور مصطفى مدبولي أمس اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال، هو ده بيكون داخل في هذا الإطار اللي هو تعزيز العلاقات الاقتصادية، خصوصا أنه تعتبر النهاردة الإمارات هي الشريك أو أكبر شريك اقتصادي في مصر. يعني عندها أعمال في مصر بتقدر بسبعة مليار دولار. فطبعا ده بيكون حرص أنه يتم تعزيز العلاقات ما بين مصر والإمارات عن طريق الجانب الاقتصادي. فده طبعا فرصة أن يكون في اجتماع للاتفاق على مثل هذه الأمور. بشكر حضرتك جدا، بشكرك على وجودك معنا. أستاذ حاتم عبد القادر رئيس تحرير جريدة العرب الأفريقي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا فقرتنا انتهت، وكمان حلقتنا انتهت. نشوفكم بكرة وحلقة جديدة، وصباحكم صباح نور.